بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشروع الإفطارات الرمضانية تحت إشراف سنابل الخير، اليوم 13 من شهر رمضان المبارك عام 1444 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المتبرعين وأن يبارك فيهم وأن يجزاهم على خير الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يرفع قدرهم وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.